امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض تقرير عن صناعة التعهيد في مصر واللي بتضمن ارتفاع قيمة صادرات مصر الرقمية لتصل ل 6 مليار و200 مليون دولار أمريكي خلال العام المالي 2022-2023. ده طبعا في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز ودعم الصادرات الرقمية. بيسموها الاوت سورسنج، ان احنا يبقى عندنا شركه كبيره وجايه تعمل خدماتها في مصر. خلينا نعرف تفاصيل القصه دي عن اهميه تعزيز الحكومه لصادرات مصر الرقميه. على الهاتف معانا الاستاذ احمد معطي، باحث الدكتوراه واداره الاعمال في التمويل والاستثمار. اهلا بيك يا استاذ احمد. بعد التحيه خلينا نفهم لماذا تسعى الحكومه المصريه لتعزيز صادرات مصر الرقمية وتحديدا من قصة الاوت سورسنج او التعهيد. صباح الخير على حضراتكم وعلى جميع المشاهدين. الحقيقة طبعا ان مصر الفكرة بتاعتها ان هي بتستعد هذه الفترة بحيث انها تصبح الوجهة التجارية الكبرى القادمة في الشرق الاوسط بل ايضا في العالم بالكامل، خاصة الحقيقة ان يعني مجال الصادرات الرقمية والمجال بتاع او مجال اللي خاص بخدمات التعهيد الفترة دي بيشهد مزيد من النمو. واحنا بنتكلم ان احنا وصلنا لصادرات عالمية وصلت الى 4.26 تريليون دولار وده مقارنة ب 3.8 تريليون دولار خلال عام 2022 و 4.25 ده كان خلال عام 2023، وده بنمو 9% في العالم بالكامل. وبالتالي يعني اصبح هناك مجال هام جدا للغايه بيسهم في تعزيز الصادرات للدول بالكامل، وبالتالي مصر بتسعى ان هي تاخد حصه من هذه المكانه اللي بدات تنتشر خلال الفتره دي، خصوصا طبعا مع التطور التكنولوجي الكبير اللي بيشهده العالم والذكاء الاصطناعي وهذا الامر. والفكره كلها ببساطه كمان ان الميزه في الصادرات الرقميه ان هي طبعا بتوفر فرص عمل للشباب في الاقتصاد الرقمي، وبسبب هذا الامر مصر اطلقت الاستراتيجيه الرقميه لصناعه التعهيد في فبراير عام 2022. الاستراتيجيه دي بتعتمد على ثلاث اهداف رئيسيه الحقيقه، ودي اهميه التعزيز الحكومه المصريه للصادرات مصر الرقميه. وهي فكره زياده الاول محور او اول هدف كان بالنسبه لمصر وهو زياده ايرادات صادرات مصر الرقميه بحوالي 3 أضعاف معدل نمو، وفي نفس الوقت خلق فرص عمل متزايده ومستدامه في صناعه التعهيد. وكمان المستهدف ان احنا نصل الى 215 الف فرصه عمل في حتى 2026. وكمان يعني في هدف مهم جدا هو انشاء اسم تجاري، بننشئ كاننا بننشئ كده براند لمصر في الخدمات التقنيه والرقميه خلال هذه الفتره. طيب عشان اقدر احدد كل هذه المستهدفات يا فندم لازم يكون عندي زي ما نقول كده بنيه تحتيه قويه لهذه الصناعه او فكره التعهيد، خاصة أن في دول كتير منافسة في هذا المجال زي الهند على سبيل المثال، وفي خبرة وأيضا في كمان خلينا نقول الأجر القليل. مصر إزاي قدرت أنها تأخذ هذا التحدي على عاتقها، وإزاي قدرت تؤسس أشخاص مؤهلة في هذا المجال؟ يعني بالظبط كما حضرتك تفضلتي، هي الفكرة كلها بتعتمد على وجود بنية تحتية في هذا الامر. يعني بدون بنيه تحتيه متوفره مش هنقدر نصل الى هذا الهدف، ودي اللي مصر اشتغلت عليه الفتره اللي فاتت في السنوات اللي فاتت، وبدانا بالفعل نجني الثمار يوما بعد يوم. وعشان كده بدات الصادرات تصل الى 6. من خلال ايه يا فندم؟ يعني البنيه التحتيه دي اسسناها الاستراتيجيه المصريه من خلال ايه قدرت تنفذ ده؟ ما البنيه التحتيه دي حضرتك دي خلال الفتره او السنوات اللي فاتت احنا بنبدا ننشئ اولا اهم نقطه فيها موضوع التسهيل، موضوع التكنولوجي وتوصيل الانترنت وزياده طبعا سرعه الانترنت بحيث ان احنا نقدر نصل الى الصادرات دي وسهوله ان الشباب يقدروا يشتغلوا على هذا الامر. في نفس الوقت بدأنا نشتغل على فكرة بناء كوادر بشرية، فتم توقيع 74 اتفاقية مع شركات عالمية للتوسيع في إنشاء أكثر من 85 مركز للتعهيد وتعيين أكثر من 60 ألف شخص متخصص أيضا في هذا المجال ده خلال الثلاث سنوات، وبقى عندنا أكثر من 20 شركة بالفعل بتستثمر في مصر في هذا المجال. وايضا بقى عندنا توسعات كبيره من الشركات، وعندنا 12 شركه من كبرى الشركات بدا يبقى عندها مراكز للتعهيد ايضا
كان التركيز الاول في القاهره بس، ولكن الفكره كلها بدات تنتقل بقى الى اسكندريه، بدات تنتقل لبقيه المحافظات يعني. بالفعل يعني اعتقد ان الصناعه دي من الصناعات المهمه جدا الدوله المصريه بتسعى ليها، ويمكن عملت لها بنيه تحتيه من سنوات طويله، واعتقد ان ده وقت جني الثمار. شكرا ليك استاذ احمد معطي، باحث الدكتوراه في اداره الاعمال والتمويل والاستثمار. احنا بنتكلم عن هذا الملف تحديدا، يعني وجب الشكر لوزاره الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات وبوابه كمان مشروعات او مبادرات بوابه مصر الرقميه، لانها بالفعل مهمه جدا، خرجت كوادر مهمه جدا في القصه دي حقيقه. وفكره حتى انها بتستهدف اعمار مختلفه يا مصطفى، من اول الاطفال لغايه حتى يعني ما فيش سقف للاعمار، وبالفعل في ناس كتير سنها حتى كبير وتخرجت بالفعل من جامعات واشتغلت بالفعل في مجالات مختلفه، ابتدت في هذه المبادرات وابتدت اصلا وظائف جديده جدا، وابتدت تتعامل مع شركات عالميه واسماء كبيره جدا. يعني الحقيقه اعتقد انه هذا المجال هو مهم جدا جدا جدا، وبالفعل احنا خلاص الاقتصاد الرقمي بيغزو العالم، او مش بيغزو العالم، غزا العالم بالفعل. احنا دلوقتي بصدد ان احنا نلحق بهذا الركب او بهذا كمان بهذه التكنولوجيا يا مصطفى. ده حقيقي، ده حقيقي جدا، متفق معاك. ويعني اللي ما بيتعلمش برمجه في الوقت ده بيخسر كتير جدا.